اهلا بكم وكل عام وحضراتكم بخير. معا في هذا البرنامج نطرق سويا ابواب القران الكريم بحثا عن تفسير جديد يتناسب مع عصرنا بما فيه من تحديات واحتياجات. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويسعدني أن يصطحبنا في هذه الرحلة العالم الجليل الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك بخير. طيب والسادة المشاهدين يعني بخير. بنحاول في يعني هذا البرنامج الممتد إن شاء الله بيننا أن نبحث عن تفسير جديد للقرآن الكريم. عندما نقول هذا التعبير، هل نتجاوز علميا أو حتى دينيا أننا نبحث عن تفسير جديد للقرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا لو رجعنا إلى القرن الماضي هنجد أن هذا السؤال طرحه محمد عبده، لأن التفسير قبل الشيخ محمد عبده كان العلماء يكتبون ليقرأ العلماء، بيخطبوا يعني بعض، يعني الخاصة يفسرون للخاصة. يقرأ الخاصة، فالتفسير حشد معلومات نحوية بلاغية صرفية فقهية أصولية فلسفية، كل واحد ينقل من الآخر ويضع هذا في الكتاب. فمحمد عبده رحمه الله استشعر أنه المثقفين والمدنيين وعموم الناس لا يستطيعون فهم القرآن الكريم لأنه تفسير لنخبة، فطرح ان احنا في حاجة الى تفسير جديد للقرآن وبدأ بعده باربع سنوات الاستاذ فريد وجدي. الامام محمد عبده توقف في تفسيره عند سورة النساء، عند سورة النساء، لكن تلميذه رشيد رضا كان يحضر دروسه في الازهر وكان بيكتب ويراجع معاه، ويكمل رشيد رضا بعده يعني، ونقل منه لغاية الآية 125 من سورة النساء. وبدأ رشيد رضا تقريبا وصل لسورة يوسف الآية 157. لكن المدرسة كانت واحدة، لأنه ده أخذ من هذا المنهج والطريقة في التفسير. فريد وجدي بعد أربع سنين طرح نفس السؤال وكتب كده في كتابه المصحف المفسر إن إحنا في حاجة إلى تفسير جديد يلائم المدنيين ويلائم المثقفين. فالقضية قديمة جديدة. حاول بقى مدرسة محمد عبده عن طريق الشيخ شلتوت وقبله الشيخ محمد مصطفى المراغي وبعدهم الشيخ البهي يكتبوا على نفس الطريقة بتاعت الشيخ محمد عبده، لكن محدش كمل. المراغي بعض آيات بعض صور، وكان بمناسبة شهر رمضان بيفسر أيام الملك. الشيخ شلتوت العشر أجزاء الأولى من القرآن الكريم. البهي برضو ما كملش تفسير للقرآن الكريم. فسؤال حضرتك هو سؤال قديم جديد. وربما نحن في هذا العصر أشد احتياجا من العصر السابق. ليه فن؟ لأنه العصر الآن العلم غير الأول. تقدم التقنيات والاتصالات والمعارف والعلوم التي ظهرت في عصرنا تجعلنا نمط الحياة، يجعلنا نحن في أشد الحاجة إلى تفسير أكثر من العصر السابق، وسيأتي من بعدنا يحتاج أكثر فيطرحوا هذا السؤال أيضا. ولذلك خير تفسير للقرآن الزمن. الزمن، نعم. الزمن هو، لأن القرآن كتاب للزمن كله. القرآن خطاب الله أو الكلمة الأخيرة للعالمين. فيزال القرآن موجود إلى قيام الساعة، فالحياة متغيرة. ولذلك برضو سؤال ربما نسبق الأحداث، القرآن كتاب الخلود، هل المشكلات خالدة ولا المشكلات متجددة متغيرة؟ والمطالب أن القرآن يجيب عن هذه المشكلات. صحيح في جزء كبير من المشكلات القديمة هي موجودة، فالنفاق هو النفاق
والكفر هو الكفر وكذا إلى آخره. لكن في مشكلة يعني بتجد الأمور التي ترتبط بالعقيدة إلى حد ما يعني ثابتة والعبادة والعبادات لكن هناك لكن مشاكل في المعاملات تتغير والقضايا الاجتماعية والسنة الاجتماعية قضايا متغيرة. فكتاب الخلود لازم يجيب عن هذه القضايا التي كانت مطروحة قديما والتي موجود نماذج منها الآن وعما يستجد. فهل نحن في التفسير الجديدة استطعنا أن نطرق هذا الباب ونقول بأن كتاب الخلود بيصلح أن يجيب عن كل المشكلات؟ هو صالح طبعا، لكن أنا أتكلم هل نحن وظفنا كتاب الخلود لكي يجيب عن المشاكل المعاصرة، ولا نحن القرآن في وادي ونحن في وادي ونحن في وادي آخر؟ ما الذي ترى؟ الذي أرى أولا قبل ما نحن يعني نضع حلول للمنهج الأمثل لتفسير القرآن لازم نبحث الأول فين المشكلة. لازم نبحث عن الداء أولا. فالداء أنا ذكرت نقطة منه إنه محمد عبده وجد أن الذين يكتبون في التفسير السابقة للخاصة وليست لعامة المسلمين. النقطة الثانية، المشكلة الثانية، أن كل مفسر يكتب بثقافة عصره بثقافته هو. فتجد أنه ساعات تغلب عليه الروايات. أنت لما نعرض للمدارس التفسيرية حتى من منذ نشأة إلى الآن هتجد مثلا المدرسة المتسلفة أو السلفية هتجد بين تفسيرها للقرآن وبين الواقع انفصام وبيفسر الآيات بعيدا عن الواقع، فهو مش قادر يجذب المجتمع إلى القرآن، المجتمع المعاصر. المجتمع المعاصر لأنه فيه لا يجد فيه نفسه. تجد التفسير الأثري مثلا، وأنا كنت أستغرب وأنا طالب كل الناس في البيوت تشتري تفسير ابن كثير. فكنت أستغرب أنه هذا تفسير صعب، حدثنا فلان عن فلان، هو كله نقل. وهذه الروايات عيب المدرسة دي أنها مليئة بالإسرائيليات، مليئة كمان بالخرافات. تفسير ابن كثير يعني هل تتصور مثلا أنه يقول لك سورة الأحزاب كانت بمقدار سورة البقرة فنسخ الله منها إلى أن صارت هكذا؟ يعني معنى ذلك أن سورة الأحزاب دي كانت 40 صفحة فجاء نسخ ل 35 صفحة، على جزئين ونص تقريبا فجاء البقرة. نسخ ل 35 صفحة ورواية يذكرها ابن كثير وهي رواية غير صحيحة ورواية منكرة. فابن كثير المدرسة دي والطبري قبله، لأنه هو اختصار للطبري، عبها الإسرائيليات الكثيرة في هذه التفاسير. ولذلك بعض العلماء نقل انه تفسير الطبري اللي كان بينقله واحد اسمه يحيى كذا يعني كان زائغ الاعتقاد، فكان بيدس في تفسير الطبري الاسرائيليات والخرافات وكذا الى اخره. فدي مدرسة. لما تيجي المدرسة تانية مثلا القرطبي هتجد انه مدرسة الفقه، هتجد انه مغرقة جدا في قضايا فقهية كانت تلائم العصر، لكن ربما هذه القضايا الان لا تلائم عصرنا، فيستدل ببعض الآيات كما سنطرق فيما بعد على أنه يجوز نكاح اليتيمة الصغيرة، اليتيمة طبعا اللي يتم قبل البلوغ، فلما تجوز اليتيمة قبل البلوغ يعني 5 سنين 6 سنين. وتجد بعض الدعاء الآن وبعد من يتعرض يقول لك أيوة إذا كانت تطيق أو لا تطيق، كلام لا يتقبله المنطق العصر الذي نعيش فيه. تروح مثلا اللي تفسير معاصرة مثلا الظلال، ظلال القرآن هو كتبه بنفس أديب، لكن هذا الكتاب برضو عيبه حاجتين وخطرين جدا. الأمر الأول في الظلال اللي يعيبه أنه اعتمد في الرواية على ابن كثير وحده فقط. النقطة الثانية يعني هنا أصبح أسيرا للإسرائيليات والروايات في تفسير ابن كثير. الأمر الثاني أنه ملأ الكتاب بقضايا فكرية خربت العالم إلى اليوم. مصطلح الجاهلية، مصطلح الكفر، المجتمع الإسلامي، الدولة الكافرة، المجتمع الجاهلي، الدولة الجاهلية. فبدأ هذا يتسرب. أنا بعتبر أنه ظلال الفندم، ما أعرفش حضرتك توافقني في ذلك ولا لا، هو كان محاولة لتسييس التفسير، يعني هو مدرسة سياسية. نعم، هو لتحقيق أهداف محددة. نعم، هو اللي شعر به في حركة الإخوان والسجن وكذا، بدأ يكتبه في تفسير الظلال. فسيس الآيات كما تفضلت. والأخطر من كده أنه هو أخضع القرآن لمشاعره هو، أخضع القرآن لذاتياته. ولعلنا في مرة قلنا أن القرآن متبوع وليس تابعا. يعني أنت لا تعتقد شيئا
ثم أنت تأتي للقرآن وتبحث فيه وتفسره وتطوعه لما أنت بما تعتقد بما يؤيد ما تعتقد. هو عمل كده، هو أخضع آيات كثيرة في القرآن لفهمه هو ولمنطقه هو، فيقولك المجتمع كله جاهلي، المجتمع كافر، المجتمع وذلك كل الجماعات الإرهابية تجد النموذج الأوحد في التفسير عندهم أو الأول الظلال. لأنه كما تقول حضرتك هو وضع مجموعة من الأحكام ثم ذهب ليأتي بدليل عليها من القرآن عليها. وليس العكس. وده موجود على فكرة عشان برضو نكون واقعيين، هذا موجود عند كل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وكده، هو بيعتقد شيء ثم هو يريد أن يأتي بنص في القرآن في السنة يدل على اعتقاده أو على ما ذهب إليه. هو لا يترك القرآن ينطق، هو يستنطق القرآن بما يريد هو. ودي قضية خطيرة جدا، ودي أيضا من المشاكل في التفسير. يعني أنت ستجد مثلا المفسر المعتزلي عنده أفكار اعتقادية، برضو يذهب إلى القرآن يريد أن ينطق أو أن يستنطق القرآن بما يؤيد مذهبه الاعتزالي. هتجد الخوارج كده اللي بيكفروا الناس، هتجد أيضا إن هم يستنطقون القرآن بما يريدون. فمن المشاكل التفسيرية أن كل مفسر بيفسر بثقافة عصره، ثقافته هو، بيفسر بما يعتقد هو مسبقا، فالموضوعية غائبة. القضية أن تكون موضوع أنت بتبحث فيه بحث مجرد أو بحث علمي بعيد عن ذاتياتك، هذا مفتقد في كثير. وذلك أنا برضو حتى لا أتهم بأن أنا بجرح في التفسير، أنا لو قلت لك نماذج في التفسير القديمة ربما نعرض لها تشيب الرأس. هذا كلام لا يمكن أن يكون الله عز وجل أراد من الآية هذا الذي يقال. إحنا بنحاول يعني من خلال حضرتك يبقى في عملية تصحيح لبعض، وهو تصحيح برضو انطلاقا من فهمنا الآن لما جاء في هذه التفسير. هل يمكن وصف تفسير ما من هذه التفسير بأنه تفسير فاسد؟ أنا بس في حتة دقيقة جدا قال محمد عبده، بيقول إن الله لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال المفسرين ولا ما فهموه من القرآن، إنما يسألنا أنه أنزل إلينا هذا الكتاب لهدايتنا. فأنت مسؤول أمام الله يوم القيامة عن فهمك للقرآن، وأنت معذور حتى لو فهمت خطأ، لأنه إذا أنت فهمت الآية أو عقلك لم يستطع أن يفهم من الآية إلا هذا المعنى أنت معذور. فربنا يوم القيامة مش هيسألني ماذا قال ابن كثير ولا الطبري ولا القرطبي، بيقول كده قال إن الله لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس، أقوال المفسرين بين قوسين، ولا ما فهموا من القرآن. لما يسألنا عن إيه؟ لا يسألنا كتاب أنزله إليك لأن تفهم هذا الكتاب وتستهدي بهداياته. ولذلك محمد عبده ركز في تفسير القرآن على هداية القرآن، لم يركز على مسائل النحو ولا البلاغة، ركزوا على أن القرآن الكريم في البداية وفي النهاية هو كتاب هداية، مش كتاب علم ولا كتاب نحو. وقال كده أنه مش هو مكان يتصارع فيه النحاة ويتصارع فيه البلاغيون اللغويون. لا، قال هو القرآن مش كده، وده اللي أبعد الناس عن فهم القرآن الكريم. يعني أنت الآن وربما عند بعض المتخصصين لو أنت أتيت بكتب التفسير القديمة ربما يستغلق عليهم، ربما لا يفهمون، فما بالك بالمثقفين، ما بالك بالناس العادية. دي هي أبرز المشاكل الموجودة في التفسير. عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بتفسير القرآن؟ وهذا سؤال بعض الناس بتطرحه. نعم. يعني رغم ما أعرفه يعني من أنه هذا السؤال ليس منهجيا يعني، ولكن بعض الناس بيقولوا طب ما هو القرآن نزل على الرسول وكان هو الأولى بتفسيره، لأنه يعني إذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم فلن يعني لن يأتي أحد بمثل ما أتى، القرآن نزل عليه. سؤال مطروح. إحنا قلنا منذ قليل إن القرآن كتاب للزمن كله. صحيح. فلو أنه صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أغلق الباب، لأنه من إذا كان الآن إذا أنا قلت رأيي في التفسير بيخالف مثلا المفسرين يطلع العيال المتطرفة وكذا، أنت مين؟ أنت مين جنب ابن كثير؟ فما بالك أنت مين جنب الطبري؟ فما بالك لو النبي عليه الصلاة والسلام فسر يغلق الباب.
لأنه ما فيش حد يقدر يجتهد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان من نقدر نقول من المعجزة أنه ترك القرآن للزمن. هو صلى الله عليه وسلم فسر في عصر الصحابة في عصره ما يحتاج الناس إليه آنذاك، وترك لنا القرآن نفسره بما نحتاج نحن في وقتنا، أو ما يحتاج كل عصر في زمن وفي وقته، لأن كما قلنا القضايا متجددة. فلما احتاجوا إلى بعض البيانات خصوصا في آيات الأحكام، الآيات التشريعية، بدأ عليه الصلاة والسلام يفسر. لكن الآن أنت تجد أكثر من 12 قول في تفسير الأحرف المقطعة، ألف لام ميم وألف لام راء وقاف وصاد ونون، 12 قول، والنبي لم يفسر هذا. لو فسر لانقطع الكلام ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رحمة ربنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن حتى يترك القرآن يجتهد فيه كل جيل، ويفكر ويتدبر ويعمل العقل لاستخراج الجديد ولإبداع ما يناسب مصلحة الناس وما يتلائم مع مصلحة الناس. وفي نماذج كثيرة حتى في العهد القريب، يعني نماذج من هذا كانت عند سيدنا عمر، ونماذج من هذا عند سيدنا علي، نماذج كثيرة جدا. لو نضرب يعني مثل من العهدين، من عهد سيدنا عمر وعهد سيدنا علي لتقريب المعنى، يعني زي مثلا المشاهدين. المؤلفة قلوبهم مشهور جدا، أن الإسلام كان يعطي بعض الناس ليؤلف قلوبهم للدخول في الإسلام. فلما جاء سيدنا عمر ووجد أن الإسلام قوية شوكته، وأصبح من يريد أن يدخل في الإسلام مختارا فليدخل، من لا يريد لا يريد، منع سهم المؤلفة وأوقفه. ليه؟ لأن العلة التأليف، ودي قضية مهمة. إنه ساعات القرآن والسنة بيبني الحكم على علة، فالعلة تزول فيزول الحكم. صحيح. وتأتي علة جديدة. العلماء الفقهاء يقولون مصلحة ذابت وأتت مصلحة أخرى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى أن تسافر المرأة مع ذي محرم إلا مع ذي محرم. طيب ليه ما سافرش لوحدها؟ كان زمان صحاري وجبال، يعني يمكن أن تتعرض لمخاطر. طيب إذا كان الآن، وده كلام العلماء، إذا كان الآن هناك رفقة آمنة وطيران وسفر ومع ناس، يبقى أصبح الكلام الذي يقال كان مبنيا على علة. لما نهى صلى الله عليه وسلم مبني على ظرف زمني، على ظرف موجود زمني وانتهى. لما نهى صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا، يعني مراته ممكن ما تكونش في استعداد لاستقبال وكذا كذا إلى آخره، فقال لك لا ما تتركش أهلك ليه؟ لأن أنا زمان أركب الدبة وسافر وقت ما أنا عاوز، إنما أنا محكوم بشركات الطيران وبالحجز وكذا. لا، وفي اتصالات، وفي اتصالات، فممكن اتصل يا جماعة أنا حجزت جاي لكم الساعة 12 بالليل، جاي لكم الصبح. هناك أحاديث بنيت على علل انتفت، بنيت على ظروف معينة انتفت. فكذلك لما تبحث في الآيات القرآنية وتستخرج منها الأحكام، انت تشوف الظرف الذي نزلت الآية فيه، وهذا برضو هنعرض له بما بعد. وهذا الظرف هل هو باقي ولا هذا الظرف تغير وأصبح هناك ظرف جديد؟ فعمر عمل كده، لأن المؤلفة خلاص نحن لسنا في حاجة إلى التأليف، انتفت العلة فانتفى الحكم وهكذا. هسأل حضرتك بشكل واضح عن منهجنا احنا في طرق يعني أبواب جديدة ونحن يعني نتعرض لكتاب الله، وطول الوقت ما بين العقل والنقل، والناس اللي بتتمسك بالعقل أحيانا بيقللوا من شأن النقل كثيرا، والناس اللي بتتمسك بالنقل يعني يقللوا من شأن العقل كثيرا. احنا بنقدم مع حضرتك قراءة عصرية، تفسير جديد يتناسب مع تحديات هذا العصر واحتياجاته. منهجنا احنا حتى يكون السادة المشاهدين حكما علينا فيما سنقدمه بعد ذلك. اول خطوة في رأيي النظرة الشمولية للقرآن. يعني ان انا عندما اقرأ القرآن ما اجتزئش منه آية واروح اخدها بعيد وافسرها وافهمها. لازم وانا بقرأ القرآن يبقى عندي نظرة شمولية. واذا كان اشرت من قبل مع حضرتك الى العالم الجليل الاستاذ عبد الجليل عيسى، وده كان عميد كلية اللغة العربية وكتب التفسير الميسر. الرجل ده عمل ايه؟ في اول تفسير الآية يأتي بكل الآيات بنظائرها في المكان عشان يعمل ربط موضوعي او ما يسمى بالوحدة الموضوعية.
حتى العلماء التجريبين الآن يقولون الوحدة الموضوعية شرط في صحة الاستنتاج، انك انت لازم تجمع كل الآيات المرتبطة حتى في الأحاديث، تخدش حديث كده لوحده وتروح تفسر وتبني عليه أحكام، لا لابد من وجود سياق يعني، أو هذه تمثل سياق. كذلك القرآن أول حاجة النظرة الشمولية، أنا لما أجي أقرأ القرآن أجد أن القرآن ويتحدث عن الكون يغرس العقيدة، ويتحدث عن الكون ويربي الخلق، ويقول لك يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه عقيدة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تجد أن القرآن يربط، القرآن مش كتاب علم أنه يصنفك ده عقيدة لوحدها ده تشريع لوحدها، لا يمزج بين العقيدة وبين التشريع وبين الأخلاق وبين القيم الحضارية. أخطر قضية في التفسير أنك أنت تجتزئ آية وتروح خدها. أنا سمعت واحد من الجماعات الإرهابية وأيام داعش كان يخطب في جماعته ويقول لهم بالنص كده، قال الله فقاتلوا المشركين كافة، ووقف. طيب أنت لما تأخذ الآية كده وتقول وقاتلوا المشركين كافة، يبقى معناها أمر بقتال المشركين وأمر بملاحقتهم في كل الأحوال، وساب ترك بقية الآية كما يقاتلونكم كافة، مع أن الآية بتقول أنه إذا قاتلك العدو خارج بلدك، إذا قاتلك العدو كافة رد القتال بقتال، صحيح قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لكن هو توقف عند قاتل المشركين كافة وراح واقف. فاجتزى الآية من سياقها، وده النظرة التجزئية اللي أنا بقوله إن إحنا لازم نفسر القرآن وندعو إلى النظر في القرآن بنظرة شمولية. إن أنا لما أقول قد طيب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله بعدين ثم أبلغه مأمنة، يعني بيقول لك إن أنت اعرض عليه الإسلام، ما قبلوش أمنه لغاية ما يوصل إلى داره إلى بلده إلى مكانه، ما لكش اقتله. فكيف أنت تأتي الآن وتقول لي، وده كلام سيد قطب، إن إحنا لازم نقاتل العالم لنشر الإسلام والدعوة وكذا إلى آخره. طيب أنا لما أجبرك أكرهك على الدين، تعرف هذه تساوي بالضبط إلغاء لإنسانيتك. إكراهك على الدين معناه القضاء، أنت مش إنسان، لأن ربنا لما خلقني إداني عقل وإداني بصر وإداني سمع وإداني قلب، إداهم لي ليه؟ دي وظائف إدراك المعارف، دي وظائف إن أنا كيف أدرك المعرفة، قال أدرك المعرفة بالعقل أو أدرك المعرفة بالحس. فأنت عرضت علي الدين، أنا لسه عايز أدرسه، أنا لسه عايز أفهمه، ممكن أفهم ممكن ما أفهمش، ممكن أقتنع ممكن ما أقتنعش، أنت بتقولي لا ما تفكرش ما تنظرش، أنت مكلف إنك تؤمن بهذا الدين بالإكراه بالسيف، يبقى أنا لغيت إنسانيتك. إذا أنا لغيت إنسانيتك مفيش حكم شرعي، صحيح. ليه؟ لأنه إذا انتفى الإنسان انتفى الحكم. حتى العلماء القدامى في الأصول يقول لك أثر ذهاب المحل في الحكم. محل يعني لو واحد مثلا جاي يتوضى إيديه مقطوعة، أقول له اغسل إيديك إزاي؟ المحل مش موجود. فأثر ذهاب، إذا ذهب المحل ذهب الحكم، أصبح الحكم غير موجود. فأنا إذا لغيت إنسانيتك مفيش حكم شرعي، انت مش انسان اصلا، انا لغيت تفكيرك. فالاكراه هنا فيه الغاء للانسانيه، الغاء للانسانيه، والغاء الانسانيه يستدعي الغاء الحكم الشرعي. وجاءت الايه الكريمه في سوره البقره واضحه، لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. يجي الجماعات ويجي الناس اللي يقرا بقى في ابن كثير ويقرا في القرطبي ويقرا في كذا، يقول لك بعض الاراء ان الايه منسوخه، يعني حكمها زال. مع انه لما دي تدقق انه في نوعين من الايات، طبعا قضيه النسخ دي فيها كلام، لكن في نوعين من الايات ما يقبلوش النسخ. اول نوع الايات الكونيه، بتكلم عن خلق السماوات عن الارض، صحيح. النوع الثاني الايات المعلله بعله، فهنا يقول لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، من الغي. فالطريق واضح، فما جيش تقولي منسوخة. ثم إن الأخبار لا تقبل النسخ وإلا تكون كذب، صحيح. يعني أنا عندما أخبرك بخبر هذا لا يقبل النسخ وإلا تحول إلى كذب.
طيب يبقى إذن المبدأ الأول في يعني طرقنا لأبواب القرآن الكريم وبحثنا عن تفسير جديد هي شمولية القرآن النظر. وشمولية النظر إلى القرآن. نعم. إذا سمحت لي نستكمل يعني مبادئنا الأساسية في هذه النظرة الجديدة ولكن في الحلقة القادمة. ما شاء الله. بشكر حضرتك. شكرا. وشكرا لكم. الواصل إلى الله يأتيه الرسول في المنام ويقول له تفسير الآية دي كذا فيقول لنا كذا، هل هذا الكلام يقبل؟ لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني هل هناك أسرار يظل القرآن محتفظا بها ولا تفتح مغالقها أمام الناس؟ علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. قال له أهذا ثوب يعبد الله فيه؟ قال له لماذا؟ قال له هذه نعمة لا أستطيع أن أقوم بشكرها. كل تفسير يتعارض مع مصالح الناس هو تفسير المرفوض. تفسير المرفوض. لما تقرأ في القرآن الكريم كتير تجد أن النبي في كثير من المواطن يعلن عن عدم علمه. القرآن كله من أوله إلى آخره، افتح المصحف 114 سورة، إما خطاب إلى الإنسان، إما حديث إلى الإنسان، إما حديث عن الإنسان.